طيب احنا قبل ما نختم عندنا 3 رسائل. رسالة هتبعتها لجيلك اللي انت كنت بتلعب فيه القديم، اللي هو بيسمى العصر الذهبي للنادي الاهلي في الوقت اللي كان بيلعبوا فيه. نعم. لان النادي الاهلي على مدى الاجيال عنده كذا نعم. هتقول لهم ايه في الرسالة الاولى؟ والله اقول لهم انتوا وحشتوني جدا، واحنا فعلا يعني بنتقابل، لكن بنتقابل على فترات متباعده كده، وده امر طبعا اكيد ان هو الواحد فعلا في اشد الاشتياق لان احنا فعلا نتقابل ونتواصل ونعيش الحياه اللي احنا كنا عايشينها زمان، لان احنا لما بنتقابل بنفتكر اللي فات من السنين اللي فاتت ديت كانه امبارح، وبيعيشنا فيه بشكل هائل جدا. فاحنا فعلا محتاجين ان احنا نحس بالكلام دوت. اتمنى منكم ان احنا فعلا في اقرب وقت ان احنا نكون مع بعض ان شاء الله. الرساله الثانيه هتبعتها لمين وتقول فيها ايه؟ الرساله الثانيه اقولها للي موجودين دلوقتي، للجيل الموجودين الجيل الحالي. يا شباب انتوا فعلا محظوظين جدا جدا ان انتوا في النادي الاهلي. احنا كنا من انا كنت من بالظبط من اقل من دقيقه او دقيقة، فبقول ان انتوا يعني ايه الحياه اللي انتوا لازم تعيشوها غيرنا طبعا. والامر دوت اكيد ان دوت فيه صعوبه، لكن الصعوبه ديت يا اولاد فيها حاجه حلوه قوي، يعني ده الصبر الجميل اللي فعلا اللي انتوا يعني عايشين فيه. لكن اللي انتوا عايشين فيه ده اكيد ان ديت نعمه كبيره جدا من ربنا، حافظوا عليه. الرسالة الثالثة والأخيرة هتقولها لمين وتقول فيها إيه؟ أقولها لمين ونقول فيها إيه؟ أقولها لبرضه جيلنا أو والمجموعة بتاعتنا اللي ساعات فيها اختلاف شوية. إن الخلاف دوت يعني فلقة ونار. والتواصل والمحبة فده أمر طيب جدا جدا، وربنا سبحانه وتعالى دايما بيحسنا عليه إن احنا نبقى متحابين ومتآلفين ونتجاوز عما احنا بنحسه أو إن احنا نرى بعضنا فيه إنه ممكن يكون فيه تقصير شوية. يعني بتطلب التسامح. أهم شيء في حياتنا لازم نتسامح. طيب. لان التسامح ده حاجه طيبه جدا جدا جدا، وان ربنا سبحانه وتعالى بيجازى عليها. احنا مين فينا بيلجو ان ربنا يتسامح معاه؟ يا سلام. فاذا انت بتتمنى ان ربنا يتسامح معاك سامح الناس. سامح الناس.